السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم لي كريب بالبنان والشوكولاط. ما قدرتش على لي كريب. عندنا جوج معالق تاع الزيت، عندنا الزيت العاديه، عندنا جوج كيسان تاع الفرز، عندنا معلقه تاع السكر، عندنا جوج بيضات، عندنا فاني، جوج كيسان ونص تاع الحليب. نبداو نديرو الدقيق ديالنا، نديرو الزيت، جوج معالق الزيت، نديرو الفاني. اللي مبغاش يدير الفاني ماشي مشكل، انا كيعجبني لوكو ديال الفاني. معلقة تاع السكر، جوج بيضات، والحليب جوج كيسان ونص تاع الحليب. صافي، ونخلطو كلشي، ونخليو حتى نخلطو كلشي، ونخلطو كلشي ونخليوه. ودابا غادي نطيب لكم لي كريب ديالنا، وغادي تشوفوا كيف غادي يجيو. نخلطو الخليط ديالنا من بعد ما خلطناه مزيان. دابا نهزو الغرفة ونديرو. صافي، نخلي بحال هكا حتى يطير. صافي، هاهي الكريب ديالنا، شتو كي كتجي؟ شتو كي كيجي الكريب ديالنا؟ غنوريكم واحد اخر. صافي، نخلي بحال هكايا حتى كي يطيب من الجهة، ونقلبو ونديرو الجهة الأخرى. راه ساهل، كلشي على المقلة. المقلة اللي خصها تكون مكتلصقش. هانتوما البنات، شتي كي كيجيو لي كخيب ديالنا، كيجيو شغلات وكيجيو زوينين، بريحة الفاني كيجيو زوينين. دابا غادي نعمروهم. عندنا الشوكولات وعندنا البنان، نعمل بحال هكا. غادي بحال هكا صافي، ونديرو البنان. اللي عندو البنان عندو الفريز، اللي عنده عاوتاني التفاح يذوبو، يديو يجيبو في المقلة مع الزبيب، في المقلة مع الزبيب والسكر والقرفة، كل واحد واللي بغا. صافي، ونديرو ليه بحال هكايا، ونحطو في الطباسل. صافي، نبقاو غادي على هاد الطريقة حتى نكملو لي كريب ديالنا. هانتوما البنات، هو الشكل النهائي تاع لي كريب ديالنا، زينتهم بالكراميل، ونتمنى تجربهم ويعجبوكم. بالصحة والراحة.